انا بنات كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه نسيمه ادريسي كيتشن. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، ولكن ماشي انا المطيبه، حماتي اللي وجدت لكم واحد الشيء زوينه بزاف، فطائر او المخنفر اللي كيجي رطب بزاف وهشيش ومفشفش يعني، والاهم انه سهل وسريع التحضير، يعني ممكن تحضريه في دقائق وكيجي يعني مفشفش بزاف كيف كتشوفوا يعني في الفيديو. كنتمنى انكم تتبعوا معنا الفيديو من الاول الى الاخير، والى عجبكم الفيديو شجعوا لي بزاف حماتي باش دائما تبقى تلوح لكم بحال هذا لي فيديو. اول حاجه في المقادير فغادي تحتاج قرصه ملح، بيضه، جوج فانيات، معلقه كبيره ديال السكر سنيده او السكر الخشن، زلافه ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الفينو، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره ديال الخل، وهنايا عندنا جوج زلافات ديال الماء، يعني جوج زلافات على عبار ديال الزلافه اللي فيها الدقيق الابيض والفين نفس العبار. فهنا في اناء كبير اول حاجه غادي تديرها هي انها ضافت الماء، وغادي تخلطوا مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده وايضا معلقه كبيره ديال خميره الخبز. معلقه يعني تكون مملوءه. صافي غادي تحركها مزيان، وغادي تزيد عليهم هذوك جوج صاشيات ديال الفاني. الفطائر يعني كيكونوا سريعين وسهلين بدون دلك بدون حتى حاجه، وكيجيو تقريبا بحال البغرير غير هما كيكونوا محمرين شويه على البغرير، وكيجيو غلاض عليه شويه، كيجيو صراحه رائعين حتى هما، كيستحقوا انكم تجربوه. من دافة دابا الفاني راح ركزهم مزيان، وغادي تزيد عليهم واحد 3 المعالق كبار ديال الدقيق الابيض. ما غاديش تضيف الكميه كامله، غير 3 المعالق حيت غادي مازال تخلي هادشي خمر عاد غادي تكمل. وزادت عليهم بيضه، صافي غتحركهم مزيان، تحس بيهم ساجمو، وغادي تغطيهم بالسلوفان وتخليهم حتى 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى يتفاعلوا مزيان. صافي هنا من بعد ما تفاعلت لينا الخميره مع هذوك المكونات، يعني هنا راه خلاتهم تقريبا شي 7 دقائق كانوا تفاعلوا، نتوما على حسب الخميره اللي عندكم في البيت يعني حسب المتوفر عندكم. صافي نرجع عاوتاني تخلطوا، وعاد دابا غادي تكمل باقي المكونات. غادي تضيف هذيك الزلافه ديال الفينو ومعلقه صغيره ديال الخل، وغتكمل الباقي ديال داكشي اللي بقى ديال الفرز غادي تزيد تكمل. صافي وغادي تخلط كلشي دابا، غادي تزيد عليهم الملح. الملح هنايا معلقه كبيره، يعني واخا تبان لكم راه كثرات راه هذا هو القياس، حيت حنا عندنا هنايا الملحه رقيقه بزاف ما كتجيش باينه، خصك ضروري كتكثري، يعني راه هذا هو القياس البنات، راه ماشي مالحه ماشي ناقصه، يعني راه الملحه اللي رقيقه بزاف. غادي تخلط دابا هادشي مزيان تنسجم المكونات. من بعد ما خلطاتو هنا راه بان ليها عقد بزاف، غتزيد الماء. هنا رزات تقريبا جبانيه لاروب يعني ديال الماء، ما عمرش كامله غير تقريبا لاروب،
وانتم كيبقى عينكم ميزانكم يعني على حساب الدقيق اللي عندكم، على حساب الفينوج كيشرب دغيا ولا لا، يعني على حساب هذاك المتواجد عندكم. من بعد ما طربتهم دابا هنا راه ميكساتهم بالميكسور مزيان، حتى تحسي بهم راهم ذابوا مع بعضياتهم ولا خليط واحد. الا ما كانش متوفر عندكم الميكسور ممكن تستعملوا مولينكس. وها هو القوام ديال الخليط كيف كيجي، كيجي بهذا الطر بهذا القوام هذا، كيجي ما خاسر ما سائل. من بعد راه خلاته كيخمر يعني واحد تقريبا ثلث ساعه، غطاته بسلوفان وخلاته كيخمر مزيان على خاطره. نتوما على حساب نتوما الوقت يقدر ياخذ لكم من 20 دقيقه حتى لنصف ساعه، يعني على حساب كيف قلت لكم الخميره الخبز وعلى حساب الدقيق. صافي دابا من بعد ما خمر راه فرغاته مزيان من الهواء اللي فيه، ودابا غادي تاخذ مقلاة ساخنه على نار متوسطه وغادي تدهنها بشويه الزبده، وعاد غادي تدير اول رغيف. كيف كتشوفوا راه هي اول وحده، يعني راه هو كيجي شويه غليظ، يعني تقريبا راه دارت جوج زليف كبار، يعني هو ما كيجيش بحال البغرير يعني رقيق شويه، راه كيجي هكا غليظ. صافي وكتخليه هكا كيطيب على خاطرو، النار تكون متوسطه حتى يبان لكم ها بهذا الشكل هذا، يعني بدا كيتثقب كامل وبدا كينشف. صافي عا باش كتاخذو وكتقلبو. كتقلبوه راه كتلقاو يعني على الجهه الخلفيه راه تحمر، هو كيجي الشكل ديالو هكا، يعني كيف قلت لكم من قبل راه ماشي بحال البغرير، هذا كيجي محمر عليه، كيجي محمر على الجهتين بجوج. صافي دابا راك شفتوا الشكل ديالها كيف كيجي. دابا غادي تعاود عاوتاني معاكم وحده اخرى. دائما ما بين وحده ووحده دائما دهنوا المقله بالزبده، يعني دائما دهنوها ما درتونيش انا كيلصق. صافي عاوتاني تقريبا جوج مغارف كبار يعني مملوئين دارتهم. صافي دابا غادي تخليه حتى هو طيب على خاطرو حتى يبان ليها راه بدا كيتثقب ويعني بدا كينشف. صافي وغادي تقلبو على الجهه الاخرى. كيجيو رائعين هاد الفطائر، وكيجيو بنان وسهلين. صافي ها هي الثانيه حتى هي طابت، راه هي حيداتها. دابا غتبقى تستمر بحال هكا حتى تكمل الخليط كامل. وهذا هو الشكل النهائي حبيباتي، كنتمنى انه يكون عجبكم، وكنتمنى ايضا انكم تجربوه. وهذه المره بغيتكم تشجعوا لي حمايتي بزاف، دائما تبقى تلوح لكم بحال هذا لي فيديو، وراها حشمات منكم ما بغاتش تهضر. نتمنى وتهضر ان شاء الله في فيديو اخر. الى عجبكم الفيديو خليوا ليها لايك لايك لايك، ولي اول مره غيزور القناه يضغط على زر ابوني ويضغط على الجرس باش دائما يبقى يوصل الجديد. في امان الله، الى فيديو اخر ان شاء الله.